أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرامج التعليمية في مادة العلوم وموضوعنا اليوم عن المبادئ الأساسية في الوراثة في حلقة النهاردة أعزائي الطلبة هنتعرف على علم جديد وكيفية ظهور هذا العلم والعالم الذي أسس هذا العلم وكيفية انتقال الصفات الوراثية من جيل إلى جيل آخر انتقال الصفات الوراثية في الكائنات الحية كيف نميز بين كل نوع من أنواع الكائنات الحية كيف يمكن أن نميز بين كل نوع من أنواع الكائنات الحية يعني إزاي نتعرف على كل نوع فهنجد أن كل نوع من الكائنات الحية بيتميز بصفات عامة يتشابهون في جميعا فيها يعني كل نوع من الأنواع في صفات عامة لكن هناك اختلافات بين كل فرد وآخر ولكن هل النوع الواحد من الكائنات الحية كله متشابه؟ يعني هل كلهم زي بعض صورة طبق الأصل؟ طبعًا لأ، هنجد أن النوع الواحد من الكائنات الحية بيتميز بصفات عامة تحدده، ولكن بيختلف في كثير من الصفات الأخرى، فهناك أوجه تشابه وأوجه اختلاف بين أفراد النوع الواحد من الكائنات الحية، طب إيه السبب في كده؟ السبب هو بيرجع الى انتقال العوامل الوراثيه والعوامل اللي احنا هنسميها بعد كده الجينات الوراثيه من الاباء الى الابناء والتي تتحكم في ظهور صفات معينه ولكن من نتائجها يرجع التشابه والاختلاف بين كائنات النوع الواحد يعني النتائج انتقال هذه العوامل يؤدي الى اختلاف وتشابه بين كائنات هذا النوع الواحد في الصفات ومن هنا طبعا نشا طبعا اللي احنا بنسميه علم الوراثه يبقى علم الوراثه هو العلم الذي يهدف الى تفسير كيفيه انتقال الصفات المختلفه عبر الاجيال ويعتبر مندل هو مؤسس علم الوراثه يبقى مؤسس علم الوراثه هو العالم جريجور مندل فجريجور مندل هو الراهب النمساوي هو اول من اجرى تجارب اعطى اجابات عن الاسئله الاساسيه عن مجموعه من الصفات المتوارثه حيث قام بها بهذه التجارب بتاعته عملها في حديقه الكنيسه الهادئه التي كان يعمل بها او التي كان يتعبد بداخلها واستخدم في ذلك نبات البسله وهذه كانت بدايه علم الوراثه حيث أكدت التجارب التي تمت على النباتات والحيوانات الأليفة أن كلًا من الأبوين بيشترك في نقل الصفات الشخصية إلى الآباء، من الآباء إلى الأبناء، ويظهر الابن حاملًا لصفات الأبوين معًا. وبعد ذلك تم اكتشاف أن عوامل هذه الصفات تكون محملة في الخلايا التناسلية. اللي احنا هنسميها بعد كده بالجاميتات الجاميتات او الامشاج وهذه الجاميتات هي اما انها جاميتات مذكره في النبات والجاميتات المذكره في النبات هي طبعا حبوب اللقاح اما الجاميتات المؤنثه في النبات ايضا فهي هذه الجاميتات هي البويضات اما في الحيوان او في الانسان فالجامتات ايضا قد تكون مذكره مثل طبعا في الانسان والحيوان بتسمى بالحيوانات المنويه اما الجامتات الاخرى فهي جامتات مؤنثه وهي في جميع الكائنات الحيه بتسمى ايضا بالبويضات ففي الحيوان على سبيل المثال بيساهم الاب بحيوان منوي والام ببويضه ويلتقيا معا في عملية تسمى عملية التلقيح ثم يتم اندماج الحيوان المنوي مع البويضة في عملية تسمى عملية الإخصاب وفي هذه الحالة بيتكون الجنين ثم ينمو الجنين بعد ذلك مكونا فردا جديدا يحمل صفات مشتركة من الأب ومن الأم يبقى لما نيجي نشوف كده ادي مثلا الحيوان المنوي اللي هو المشيج المذكر او الجميت المذكر وبيندمج مع البويضة اللي هي الجميت المؤنث وبعد كده طبعا بيتكون زي ما احنا عارفين اللي هو الزيجوت او اللاقحة او البويضة المخصبة ثم الزيجوت ده يبدأ يحصل له انقسامات ميتوزية متتالية يعني الخلية تبقى اتنين والاتنين يبقى اربعة والاربعة يبقى تمانية وهكذا الى ما لا نهاية ثم يحدث تمايز للانسجه ويتكون في النهايه الجنين ثم الجنين بينمو بعد ذلك مكونا فردا جديداً هذا الجنين الناتج بيحمل طبعا صفات مشتركه لكلا الابوين لان كل منهما بيشارك او بيساهم بنصف الماده الوراثيه فانتقال العوامل الوراثيه التي تمثل الصفات المتورثه من الام والاب الى الابناء بيكون عبر هذه الجميطات المذكرة والجميطات المؤنثة وقد أطلق على العوامل الوراثية فيما بعد اسم الجينات الوراثية إذا ما هي الجينات؟ هذه الجينات هي العوامل الوراثية التي تحمل الصفات الوراثية وكل جين هو عبارة عن جزء من حامض يسمى إن إيه. درس مندل علم الوراثة على نبات البسلة حيث لاحظ أن نبات البسلة بها العديد من الصفات المتباينة والمتضادة والتي يمكن ملاحظتها بالعين زي ما احنا شايفين كده في بعضها بتدي نباتات ذات أزهار بيضاء وأخرى حمراء يبقى بعض نباتات البسلة أزهارها بيضاء وأزهارها حمراء أيضا لاحظ أن بعض النباتات طويلة الساق وبعض النباتات كانت قصيرة الساق. يبقى دي صفات هنا بيلاحظها من دي وبناء على هذه الملاحظات بدا يدرس علم الوراثه ايضا لاحظ ان بعض النباتات زي ما احنا شايفين نباتات البسله القرون بتاعتها كانت قرون منتفخه وملساء والبعض الاخر كانت القرون زي ما احنا شايفين قرون محززه يبقى بعضها قرونها ملساء وبعضها قرونها محززه ايضا لما هنيجي نبص على الثمرة نفسها أو البذور بتاعة البازلاء إما أنها أيضا بذور ملساء زي ما احنا شايفين أو بذور أخرى مجعدة يعني بذور شكلها زي ما احنا شايفينها مختلفة يبقى دي بذور ملساء وبذور مجعدة كل دي صفات كان بيلاحظها من دي بعينيه وبناء عليه من هنا بدأ يدرس علم الوراثة فبدأ يجري التجارب بتاعته على نبات البسيلة علشان يشوف الاجيال اللي هتطلع شكلها ايه هنا مندل اجرى التجارب بان هو بدأ ياخد حبوب اللقاح من بعض النباتات ويجري تلقيحا خلطيا يعني ينقلها ويوديها لنباتات اخرى فيها صفات مختلفة و لما بدأ ياخد الكلام ده بدأت تظهر عنده صفات بسميها بعد كده صفات سائده وصفات اخرى سماها صفات متنحيه يبقى هنا ميندل لما درس علم الوراثه درسه على نبات البسله لعدة اسباب اول هذه الاسباب او اهم هذه الاسباب انه يوجد بها العديد من الصفات المتضاده وان بعض النباتات بتدي اما ازهار طرفيه او ازهار جانبيه او البذور ملساء والبذور مجعده او البذور صفراء او البذور خضراء او نباتات ذات ازهار حمراء واخرى ذات ازهار بيضاء. فدرس علم الوراثه على نبات البسله بدا يعمل ايه بقى؟ بدا ياخد حبوب لقاح من بعض النباتات وتجري تلقيحا خلطيا مع نباتات اخرى فيها صفات متطوره يعني ايه ده نبات اللي هو طويل الساق والاخر قصير الساق هنشوف هيعمل ايه مندل هيبدا زي ما احنا شايفين ياخد حبوب اللقاح من ازهار نبات ايا كان هنا بياخد طبعا من طويل الساق حبوب اللقاح علشان ينقل هذه الحبوب الى النبات الاخر اللي هو قصير الساق والعمليه دي بنسميها عمليه تلقيح خلطي. يبقى هنا تلقيح خلطي بأن ينقل حبوب اللقاح من متق نبات طويل الساق الي ميسم زهره اخري لنبات قصير الساق ثم بعد كده بعد ما هيحصل تلقيح وإخصاب هيبدأ ياخد البذور ويزرعها في التربة علشان يشوف النتائج بتاعته ايه، طبعا هنا علشان يضمن النبات مش هيعمل تلقيح ذاتي، فهيبدأ يقطع المتج بتاع النبات الآخر اللي هو هينقل له حبوب اللقاح، ثم بعد كده. نتيجة الجيل الأول اللي طلعت عنده زي ما احنا شايفين لاحظ ان كل النباتات اللي طلعت طلعت كلها نباتات كانت طويلة الساق يبقى اذا هنا لما عمل تلقيح بين نبات طويل الساق واخر قصير الساق نتج كل افراد الجيل الاول كلها كانت نباتات طويلة الساق ثم ترك هذه النباتات تلقح فيما بينها تلقيحا ذاتيا يعني ما جابلهاش اي نباتات تاني من بره وبدا يشوف اللي هيحصل ايه لما عمل نفس التجربه بس عمل هنا تلقيح ذاتي فلقى ان في ظهر في الجيل التاني بعض النباتات قصيره الساق زي ما احنا شايفين اهو تلات نباتات كل تلات نباتات طويله الساق وصادهم واحد قصير الساق ده اللي هو في الجيل التاني يبقى في الجيل التاني اللي مندل اختفت في الجيل الاول صفه قصر الساق وظهر كل النباتات طويلة الساق لكن لما سبع تلقح فيما بينها تلقيحا ذاتيا هنا حصل ايه ظهر ثلاث نباتات طويل الساق لكل واحد قصير الساق يعني النسبة طلعت ثلاثة الى واحد دي التجارب اللي هو اجراها مندل على نبات البسلة يبقى اجرى مندل تجاربه على نبات البسلة وتوصل في النهاية الى ان هناك صفة بتظهر سماها الصفة السائدة وتختفي الصفه الاخرى اللي هي الصفه المتنحيه ثم بعد كده في الجيل الثاني ترجع تظهر الصفه المتنحيه لكن بتظهر بنسبه الربع يعني 25% او بنسبه ثلاثة طويل الساق لكل واحد قصير الساق. يبقى لما نيجي نشوف تاني تجارب مندل في الوراثة مندل أجرى تجاربه على نبات البسلة حيث لاحظ وجود صفات ظاهرية اللي احنا زي ما شفنا إما أنها أحمر الأزهار أو أبيض الأزهار أو طويل الساق أو قصير الساق أو غيرها من الصفات، وهذه الصفات يمكن أن تراها العين ورتبت في أزواج متقابلة كما يلي، يعني كل صفة وعكسها، زي إيه؟ تعالوا نشوف الصفة واللي بيظهر منها اللي هو الأقوى أو الصفة السائدة إيه، والصفة المتناحية بتاعتها تبقى إيه؟ أول حاجة بالنسبة لشكل البذرة إما إنها أملس أو إن هو مجعد. والامل السائد على المجعد ثم لون البذره اما انها اصفر او اخضر واللون الاصفر للبذور سائد على اللون الاخضر اما لون الازهار فاما انها قرمزيه اللي هو اللون الاحمر او انها بيضاء واللون الاحمر او القرمزي سائد على اللون الابيض اما بالنسبه لوضع الزهره فهناك ازهار ابطيه يعني جانبيه وإما أزهار طرفية والإبطية سائدة على الطرفية طويل الساق سائد على قصير الساق وشكل قرن الثمرة سائد اللي هو المنتفخ بتاعه على المحزز ولون قرن الثمرة اللي هو الأخضر سائد على اللون الأصفر يبقى لون قرن الثمرة الأخضر سائد على الأصفر وشكل قرن الثمره المنتفخ سائد على المحزز وطول الساق اللي هو الساق الطويل سائد على الساق القصير مندل عمل ايه بقى تتبع مندل احد الصفات يعني خد صفتين عكس بعض من دول وبدا يدرسهم خد مثلا طول الساق كمثال فتم تلقيح ازهار نبات البسله طويله الساق مع اخرى قصيره الساق ثم زرع حبوب البسلة الناتجة من التلقيح السابق، فلقى إيه؟ لقى الناتج كله في الجيل الأول كانت كلها نباتات بسلة كلها طويلة الساق، ده كل أفراد الجيل الأول، أي تحمل صفة واحدة اللي هي صفة طول الساق، واختفت الصفة المتناحية هنا اللي هي الصفة بتاعت قصير الساق، وأطلق على هذه الصفة اسم الصفة السائدة اللي هي بتظهر على كل أفراد الجيل الأول. وعند تلقيح نباتات البسيلة اللي هي نتجت بقى من الجيل الأول اللي هي طويلة الساق الناتجة تلقيحا ذاتيا بتظهر الصفة المتناحية اللي هي صفة القصر في الأفراد اللي هي الناتجة في الجيل الثاني لكن بنسبة الربع اللي هي 3 إلى واحد يعني تبدأ تظهر الصفة المتناحية في الجيل الثاني فقط ومن هنا توصل الى القانون الاول او ما يسمى بقانون انعزال العوامل او القانون الاول لمندل بيقول ايه القانون بقى اذا اختلف فردان نقيان في زوج من صفاتهما المتقابله فانهما ينتجان بعد تزاوجهما جيلا اول به صفه احد الفردين فقط اللي احنا سميناها الصفه الايه الصفه السائده ثم تورث الصفتان معا في الجيل الثاني بنسبة 3 إلى واحد يعني تظهر تاني الصفة المتنحية بنسبة الربع في الجيل الثاني طيب تعالوا نشوف الاحتمالات بقى بتاعتنا احتمالات وجود العاملين لصفة معينة في فرد معين عندنا في تلات احتمالات الاحتمال الأول هو وجود عاملان للصفة السائدة يعني الجينين المسؤولين عن الصفة السائدة هنا موجودين عند هذا الفرد وفي هذه الحالة يظهر على الفرد الصفة السائدة ويسمى الفرد إيه؟ فرد نقي للصفة السائدة ده الاحتمال الأول طب الاحتمال الثاني هو وجود عاملان للصفة المتنحية يعني هنا الفرد بيحمل جينين متنحيين وفي هذه الحالة أيضا يظهر على الفرد الصفة المتنحية ويسمى هذا الفرد فرد نقل الصفة المتناحية وهذا الفرد اللي بيحمل الصفة المتناحية لازم تعرفها كده على طول أن هذا الفرد دائما يكون نقي أما الاحتمال الثالث بقى يبقى هو خليط من الاثنين هو وجود والآخر للصفة المتناحية وهنا بيظهر الفرد الصفة السائدة ويسمى الفرد في هذه الحاله فرد هجين او فرد خليط او متباين اللقاح يبقى هنا الفرد الهجين او الخليط بيحمل العاملين الصفه وعكسها لكن مين اللي بيظهر الصفه السائده لان هي طبعا هنا بنقول هي الاقوى طب تعالوا نشوف بقى الكلام ده تجارب مندل بالرموز وده اللي احنا بنشتغل بيه طبعا في شغلنا والمسائل بتاعتنا تعبير بالرموز عن تجربه مندل تعالوا نشوف مثلا الصفه اللي هو درسها وهو صفه الطول في نبات البسله في الحاله دي انا برمز لكل صفه بعاملين وراثيين بجينين يعني كل صفه مسؤول عنها جينين فاذا كان نبات بسله مثلا طويل الساق نقي يبقى بيحمل جينين متماثلين واذا كان نبات بسله قصير الساق طبعا هنا ده لازم يكون نقي يبقى بيحمل جينين متماثلين فصفه طول الساق هنا الاباء بتاعتي طويل الساق هسميها يبقى تي كابيتال تي كابيتال يبقى الجين المسؤول عن طول الساق اسمه تي كابيتال وده سائد على الجين التاني برمز بنفس الصفه بس اللي هو الحرف السمول بتاعها اللي هو يبقى تي سمول تي سمول ثم الجاميتات طبعا تي كابيتال وتي كابيتال يبقى هما الاثنين هينزلوا زي ما هما وبرده تي سمول تي سمول يبقى برده زي ما هما يبقى الجاميتات بتاعتي هي نفس الجاميتات اللي بناخدها طبعا من الجينات بتاعة الاباء طيب هنا الجاميتات احتمال بتاعي ايه بقى احتمال التي كابيتال ده مع التي سمول ده هنا الجين اللي بيحمل تي كابيتال مع الجين اللي بيحمل تي سمول هنا يجتمعوا مع بعض وفي هذه الحاله الفرد يبقى بيحمل تي كابيتال تي سمول واقول عليه هنا طالما فيها تي كابيتال اللي هي الصفه السائده يبقى هنا بتظهر عليه صفه طول الصاق لكن هو ده الفرد اللي بنسميه الفرد الايه الهجين لانه بيحمل الصفه وعكسها. ايضا تي كابيتال مع تي سمول يبقى تي كابيتال تي سمول يبقى عشان كده كل افراد الجيل الاول اللي طلعت كانت جميع الافراد كانت طويله الساق وتحمل صفه واحده ولكنها كلها طويله الساق كانت هجين. ويعتبر افراد الجيل الاول هم اباء للجيل الثاني. يبقى في الحاله دي الجيل الثاني بقى لما نيجي نشوفه هنا كان لبات طويل الساق لكن هجين مع لبات اخر طويل الساق ايضا برضو هجين يبقى التركيب الجيني بتاعه عباره عن ايه تي كابيتال تي سمول والتاني برضو يبقى تي كابيتال تي سمول طب لما نيجي نشوف الجاميتات بتاعتهم يبقى هنا إيه تي سمول والتي كابيتال ايضا برضو الجاميتات هنا تبقى تي سمول وتي كابيتال تعال نشوف بقى الاحتمالات بتاعت الجيل التاني عشان يطلع الجيل التاني احتمال اللي هو الجين اللي بيحمل تي كابيتال يلتقي مع الجين اللي بيحمل تي كابيتال فالناتج يكون عندي تي كابيتال تي كابيتال يبقى على طول طالما فيها تي كابيتال يبقى ايه يبقى هنا فرد بيحمل صفه طول الساق ولكن الاثنين زي بعض يبقى نقي او تي كابيتال مع تي سمول يبقى الناتج برضو تي كابيتال تي سمول ايضا هذا الفرد طويل ولكن هنا بيحمل الصفه وعكسها يبقى طويل هجين او احتمال ايضا تي كابيتال دي مع تي سمول يبقى برضو تي كابيتال تي سمول يبقى برضو طويل الساق ولكن ايضا هجين. الاحتمال الرابع والاخير ان الجاميتين او الجينين اللي هما بيحملوا تي سمول تي سمول يلتقوا مع بعض وفي الحاله دي بيظهر عندي تي سمول تي سمول يظهر هنا الفرد اللي هو القصير. اذا النسبه طلعت عندنا كام؟ طلعت الجيل الثاني عباره عن ايه؟ عبارة عن واحد نبات قصير الساق اللي هو بيحمل تي سمول تي سمول وعدد تلاتة طويل الساق لكن التلاتة دول منها اتنين هجين وواحد فقط ناقي لكن في الحالة اللي ظهر عندنا ان كلهم نباتات طويلة الساق اذا نسبة الصفة السائدة اللي هي الطول الى الصفة المتناحية اللي هي القصر هي ثلاثة الى واحد وهو ما يتطابق مع قانون مندل الاول. طيب هنا بقى تعالوا نلاحظ حاجه ان مندل موقفش عند القانون الاول ولكن بدأ يتتبع دراسه اكثر من صفه وراثيه، يعني في القانون الاول كان بيدرس صفه واحده بس، لكن هنا بدأ يدرس اكثر من صفه مع بعض زي مثلا طول الساق ولون الزهره ومنها توصل للاتي القانون الثاني بتاعه قانون الثاني المندل ان كل زوج من الصفات المتقابله سواء طول الساق وكسر الساق او لون الزهره القرمزي والابيض بيورث مستقلا عن بقيه ازواج الصفات الاخرى يبقى قانون مندل الثاني عشان كده سماه التوزيع الحر ان كل صفه وراثيه بتورث مستقله عن بقيه الصفات الاخرى وهيدي ايضا جيل اول كله بيحمل الصفة السائدة وجيل تاني ايضا تكون النسبة ايضا ثلاثة سائد الى واحد متنحي حسب قانون المندل الاول تعالوا نشوف مثال اذا تزوج نباتي البسلة احدهما ذات ازهار حمراء هجينة والاخرى بيضاء نقية تعالوا نشوف الناتج ايه يقول لي اشرح على أسس وراثية نتائج ذلك التزاوج مع ذكر نسبة الأفراد الناتجة. فهنا هقول في نبات البسلة لازم أكون عارف وحافظ تماما إن صفة اللون الأحمر سائدة على اللون الأبيض. في المثال ده ودايما ابدا كده البدايه بتاعتي اقول له هنرمز لصفه اللون الاحمر مثلا بار كابيتال واللون الابيض يبقى ار سمول في المثال هنا بيقول لي ايه بقى الازهار الحمراء في هذا المثال هجينه هجينه يعني بتحمل الصفه وعكسها اذا التركيب الجيني بتاعها يبقى ار كابيتال ار سمول والفرد الابيض اللي هو اللي قلنا بيحمل الصفه المتناحيه هذا الفرد يكون نقي دائما يعني تركيبه الجيني يبقى ار سمول ار سمول يبقى لما نيجي نحلها ازاي ادي الاباء هنا كان أزهار أحمر هجين مع أزهار أبيض، يبقى الآباء بتاعتي الأبيض يبقى r سمول r سمول، والأحمر هجين يبقى ار كابتل ار سمول، بالنسبة للجاميتات يبقى عندي ار كابتل r سمول، وهنا الاتنين زي بعض، فاللي هيمشي على واحدة يمشي على التانية، فبناخد بنكتفي بواحدة بس منه يبقى ار كابتل r سمول مع r سمول فقط. تعالوا نشوف الاجيال اللي هتطلع شكلها ايه الجيل الناتج هنا ار كابيتال مع ار سمول يبقى على طول الناتج يبقى ايه يبقى ار كابيتال ار سمول ويدينا ازهار لونها احمر هجين اما الاخر فيبقى ار سمول مع ار سمول يبقى الناتج ار سمول ار سمول يبقى ده نبات لونه ازهاره بيضاء اذا النسبه بتاعتي طلعت هنا كام طلعت 50% ابيض الى 50% احمر او ممكن نقول عليها واحد إلى واحد، أو اتنين إلى اتنين. يعني نفس العدد الأحمر هو نفس العدد بتاع الأبيض. يبقى واحد أحمر إلى واحد أبيض. يعني النسبة نفس العدد اللي هنا هو نفس العدد اللي هنا. تعالوا نشوف مثال آخر. وإذا تزاوج فأر أسود، اللون نقي تركيبه الجيني بي بكابتل. بكابتل مع انثى بنيه تركيبها الجيني بسمول بسمول طب ايه المطلوب بقى اذكر الوان ونسب اعداد الفئران الناتجه في الجيل الاول والتاني موضحا ذلك على اسس وراثيه هو هنا اداني رموز يبقى انا بشتغل بالرموز اللي هو الدهاني يبقى الاباء بتاعتي اسود نقي فقر اسود نقي مع فقر بني يبقى بي سمول بي سمول مع بي كابيتال بي كابيتال الجاميتات هنا طبعا طالما الاثنين متشابهين يبقى ممكن اكتفي بواحد بس يبقى بي كابيتال والتاني يبقى بي سمول الجيل الاول بقى يطلع شكله ايه هنا طبعا بي كابيتال بي سمول كل الناتج اللي هيطلع يبقى بي كابيتال بي سمول يبقى كل الافراد اللي هتطلع يبقى مية في المية كلها ايه كلها فئران اسود اللون هجين طيب اذا تركت هذه الفئران تلقح ذاتيا فيما بينها اللي هي الافراد بتاعه الجيل الاول ودي قلنا بتعتبر اباء للجيل الثاني يبقى الجيل الثاني هيبقى عند الاباء بتاعته اسود هجين مع اسود هجين يبقى التركيب الجيني بتاعهم يبقى بي كابيتال مع بي كابيتال بي سمول يبقى الجاميتات هنا طبعا لازم اخد البي كابيتال والبي سمول يبقى اخد الاثنين البي كابيتال والبي سمول والبي كابيتال والبي سمول تعالوا نشوف الجيل التاني اللي هيطلع برضو نسبه ايه احتمال بي كابيتال مع البي كابيتال يبقى الناتج يكون عندي اسود طبعا نقي واحتمال البي كابيتال مع البي سمول يبقى الناتج برضو اسود لكن هجين ثم احتمال البي كابيتال مع البي سمول ايضا يبقى الناتج يكون ايضا اسود هجين الاحتمال الرابع والاخير هو البي سمول مع البي سمول يبقى الناتج يكون بي سمول بي سمول يبقى يطلع برضو النسبة عندي ثلاثة الى واحد يعني النسبة تطلع ثلاثة اسود الى واحد بني او ممكن نقول عليها خمسة الى خمسة او تلاتة الى واحد وهي نفس نسبة قانون مندل الاول وبالتعرف اعزائي الطلبة على قوانين مندل الاول والتاني نكون قد وصلنا الى نهايه حلقه اليوم شكرا لكم والى اللقاء